رئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعلان حالة الحداد العام في جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام بعد إعلان وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الحداد العام بدأ من يوم الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس 1 أكتوبر 2020. طبعا رحم الله فقيد الأمة العربية سمو الأمير. يعني الحقيقة العلاقات كمان المصرية الكويتية هي أعتقد أن هي نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية.